وللوقوف عند مأساة النازحين بسبب السيول ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا ضياء الشمري الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في النمسا. سيد ضياء مرحبا بكم. يعني منظمة اليونيسيف تقول إن 150 ألف طفل نازح تتعرض حياتهم للخطر بسبب السيول، ألا يعني هذا شيئا للحكومة والكتل السياسية التي تدعي تمثيل هؤلاء في البرلمان؟ السلام عليكم بالبداية وتحياتي للجميع. الحقيقة في الوقت الحاضر الحكومة العراقية هي ملتهية بتقسيم المناصب والحصص والمحاصصة، ولا يهمها أي فرد من الشعب العراقي، بغض النظر أنه هذول الأطفال المساكين وألاف من العراقيين. أخي، العراق منكوب ومناطق الموصل منكوبة، من المناطق المنكوبة في العراق أو في العالم كله. ممكن نحسب أنه أسوأ ما يحدث في العراق في الوقت الحاضر في الفيضانات، الذي كثير من المباني والمباني السكنية هدمت لأنه لا توجد رعاية صحية ولا توجد رعاية إنسانية لهؤلاء المشردين من مناطقهم. ولا يمكن أنه هذه الحكومة العراقية أن تبذل جهدا بسيطا بإعادة النازحين إلى مناطقهم. لحد هذه اللحظة ما نعلم، لحد هذه اللحظة في الموصل، الأنقاض الموصل ومخلفات الحرب وشوارع الموصل احنا قاعد نراها أنه مدمرة بالكامل. البنى التحتية، لا توجد بنى تحتية ولا توجد صحة ولا توجد مدارس. الحكومة العراقية في المنطقة الخضراء بعيدة كل البعد عن هذه المناطق. من يلاحظ هذه المنطقة ويرى ماذا تعمل الحكومة، أنا أقول هذه الحكومة هي تريد أن تنتقم من هذه المنطقة انتقاما، لأنه هذه المنطقة، منطقة الموصل احنا نعرفها، في في الحرب بيننا وبين الإيرانيين هم أكثر الرجال الذي شاركوا بالحرب، وقواد هذه المنطقة هم كانوا من الموصل، قواد الجيش العراقي كانوا من الموصل. فهذه في الوقت الحاضر هي انتقاما من أهالي المنطقة. إذا لم يصحى الشعب العراقي على هذه الوضعية وهذه الحالات تكثر في كل المناطق العراقية، وكل الحقد الإيراني الصفوي في الوقت الحاضر هو مبرمج على تدمير هذه المناطق. إذا سيد ضياء، يعني استمرار بقاء النازحين في المخيمات كان هدف الحكومة هو انتقامي كما ذكرتم، هكذا فهمت؟ نعم هو طيب. هو الهدف من عندها انتقامي، والنزوح وإخلاء المناطق، واحنا نعلم انه إخلاء المناطق وإسكان مناطق اخرى مثل ما حدث في ديالى. بعض القرى في ديالى دمرت على بكرة ابيها، واتوا بالساكنين من غير هذه المناطق، وكثير منهم من ايران اتوا واحتلوا هذه المناطق. هذه موجودة ايضا في العمارة، وموجودة في كل في البصرة. هذه المناطق، هذا برنامج مخطط إلى لتدمير العراق تدميرا كاملا. طيب سيد ضياء، هناك أيضا إصرار من الميليشيات على عدم عودة النازحين بقرار منها، هل نفهم من ذلك وجود دولة عميقة هي التي تتحكم بالقرار السياسي والعسكري في العراق؟ نعم، الذي يتحكم بالعراق والحاكم السياسي في العراق ليست البرلمان وليست الحكومة العراقية، هو قاسم سليماني والسفارة الإيرانية. الميليشيات هي جزء من هذا النظام. الميليشيات والحشد الشعبي موجه توجيها كاملا من إيران، وبرعاية المرجعيات الدينية. حقيقة أن المرجعيات الدينية بالوقت الحاضر الموجودة في النجف هي تدعم الميليشيات بكل ما تملك، لأن هي أتت بالاحتلال وهي ساعدت المحتل بأن يتمركز في العراق. فهذه المرجعيات الصفوية لحد الآن هي تتمركز بالعراق. لا يمكن فصل الميليشيات والحشد الشعبي عن قيادة وسياسة إيران في العراق وفي المنطقة. ولكن سيد ضياء، لكن يعني حتى حكومة حيدر العبادي يعني تعهدت بإعادة إعمار المدن المدمرة، لكن لا شيء ملموس حتى الآن. ما الغاية، ما الهدف من وراء ذلك؟ هو العبادي أو غير العبادي، دولة الدمى، صدقني يا أخي، دولة دمى لا يحلون ولا يربطون. هو فقط يستلم الراتب مالته الشهري، ولا وحمايته هو محمي من قبل هذه الميليشيات. الميليشيات تحميه، الميليشيات تحمي الجهاز العسكري. هم يقولون، الحشد الشعبي يقول هادي العامري، نحن أقوى من الجيش والشرطة.
والأمن. هل معقول أنه مجموعة بشرية مسلحة إرهابية مجرمين قتلة يكونون أقوى من الجيش وأقوى من الشرطة؟ كيف هذا التصريح؟ يعني هو إذا كان هذا إذا كان العبادي حريصا على بلده وفعلا يمثل هذا البلد، هو لا يمثل هذا البلد، هو يمثل نفسه فقط. يعني هو سيد ضياء أنت الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان هنا في هذا المجال، يعني على ضوء ما تفضلت به، ما الذي يمنع الأمم المتحدة من التدخل لوقف هذه المآسي؟ الأمم المتحدة بالوقت الحاضر عرض عليها الملف، هسه لحد الآن عرض علينا ملف، وهذا الملف أنا ذكرته في المقابلة السابقة، 17,000 عراقي من المناطق الشمالية متهمين بالتعاطف مع داعش، و12,000 متهمين بالمقاومة ضد الحكومة العراقية. هذه المجاميع أخي دول كلهم شباب، احسبهم هذا المجموع اللي موجود هو 29,000 شاب موجودين لحد الآن في المعتقلات العراقية وغير قابل لمواجهة أهله. ذولك يستفزون الناس بهؤلاء المجموعة البشرية. لا يعني حدود 30,000 أخي، حدود 30,000 شاب عراقي موجودين في السجون بدون محاكم، ولحد هذه اللحظة صارهم 2.5 سنين ينتظرون. هذه الحكومة العراقية هذا ليست حكومة، هذه جاية لتنتقم من الشعب العراقي. نعم سيد ضياء. ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لكم.